المواجهة كانت حماسية بين فريقين بطموحات مختلفة. فريق عمل بالقصير يسعى للانعتاق فيما يواصل نهضة مارتيل تأمين موقعه. البداية كانت هنا قوية، الكرة ترتطم بالقائم والخطور على مرمى المحليين. المفاجأة كانت قوية على الضيوف من ضربة خطأ مباشرة، كريم حدب يسجل هدف فريقه الوحيد في المباراة. عمل بالقصير يسعى لإضافة الثنائية لكن دون جديد يذكر. حظ عسر رافق نهضة مارتيل على أرضية الملعب البلدي، والشوط الأول استمر على حاله حتى صافرة النهاية. الشوط الثاني ظل صامتا دون إضافة، استمر واقع البياضة رغم محاولات الفريقين. هنا اللاعب بحري تصيد ضربة جزاء للمحليين، احتجاج على حكم المباراة. بتنفيذ زهير سحتوت، لكن الكرة بعيدة جدا على مرمى محمد الرقاب. باقي زمن الشوط لم يكن بجانب نهضة مارتيل رغم عديد محاولاتها، ونهاية المباراة بالهدف الوحيد لصاحب الأرض. عمل بالقصير يظفر بالنقاط الثلاث فيما يعود نهضة مارتيل بالبياضة.